سالي مايا سالي. هذا كله يدل على اهتمامنا بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال من زيادة إلى 3 سنوات ومصابون بإعاقات مختلف إعاقات، وهذا المركز هذايا هو الوحيد، وسنعمل أن يكون نموذج ويكون مركز إن شاء الله نعطيه له الأساس ولا القانوني باش يكون مجهز باش يكون حسب أساس قانوني، لأنه يطلب بالطبع المساعدة، والمساعدة لازم يكون هذا الأساس، وإن شاء الله نتمنى يكون هذا في الجزائر ويكون نموذج ويصبح انطلاق آخرين في الغرب في الجنوب والشرق.